الاحترام. تهانينا والناموس الى مالك الغزي الجابر بن خلفان بن محمد الغيلي، عندما السلامات اتجهت الى اهالي الخزنه، وتحياتنا لك يا الدهيمي على هذا الفوز التي قدمته الغزي على بركه الله. التحيه متجدده بحضراتكم هنا مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه في صباح هذا اليوم هنا في ميدان سيف العرب، احد فروع تحفه ميادين السباقات. فينطلق منذ قليل الشوط الاول، الشوط الرئيسي للقعدان الحقايق. يا هل ترى هذا الشوط اين يتجه؟ كما ذهب الشوط الاول مع ابناء الخزنه واهالي الرماح، بالفعل نسير على البركه ونتابع المقدمه والصداره الاولى. ناصي، ناصي العبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي هو من يحتل الصداره والمقدمه الاولى، بينما اعود وانتقل مباشره الى ثاني المراكز. شاهين ياتينا ايضا متابعين الكرام لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي يتولى عمليه تضميره وتدريب عبد الله بن شاهين المرر المركز الثالث، وتابع اللي قادم والمنطلق بكل قوه في هذه المسيره وفي هذا التحدي. رعد منصور بن خميس مصوب الاكتبي، بينما اتابع المركز الرابع الله الصيرمي واصل محمد بن دهيمي بن غفان الغيلي، ها هو القادم مع المركز الرابع، بينما اعود للمركز الخامس لاتابع الاسماء القادمه والواصله في هذه المسيره. المتميز الله التسلل اللي بدا من الجانب الاخر، القادم شاهين، وصل شاهين لسيف راشد بن محمد الغفلي. هذه هي نتيجتنا ونودائنا مع الخمس المراكز الاولى المنطلقه في ناموسي هذا الشوط، ولكن نعود الى الصداره ونعود الى المقدمه الى شاهين. ها هو السلاله الشاهينيه كما تشاهدون على الصداره وعلى المركز الاول، ينطلق بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي تولى عملية تضميره وتدريبه عبد الله بن شاهين المرر. المرر من يتابع هذا الشعار في التضمير وفي التدريب. المركز الثاني هنا القادم بكل قوة والواصل ناصي، ناصي وسلالة المختبر. يتقدم عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، يأتي على المرتبة الثانية. والمركز الثالث الله الله المنطلق في هذه اللحظة والواصل بكل قوة في هذه المسيرة، واصل الصيرمي محمد بن الدهيمي بن غفان الخيلي القادم بكل قوة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع المنطلق بكل قوة في هذا المسار. رعد لمنصور بن خميس بالصوب الاكتبي، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا النداء ونعود إلى الصدارة. الله الله الله، السلام يحتار ما بين هالي الخزنة وهالي العوير. أهالي العوير السلام، السلام بدأ يحتار، ولكن هنا ينطلق ممثل العوير الدايم مع المقدمة الأولى، يتقدم مع المركز الأول عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. الله الله يا ناصي، ناصي ناصي ناصي، نص البداية ونص المقدمة ونص المسار الأول للقعدان من الثلاثة كيلومترات بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. خلاص يا بن رشيد، خلاص يا بن رشيد، خلاص لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، رقص تلقائي بدون أي منافس على الإطلاق. وسلام يا العوير، العوير وهي الملية من النواميس، عندما يتجه هذا الشعار بإنجازات الذهبية بإنجازات الرائعة. سلام يا العوير، سلام، تهانينا العبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. المركز الثاني اللي اتى فيه متابعينا الكرام، في المركز الثاني الصيرمي محمد بن دهيمي بن غفان الخيلي، والمركز الثالث، المركز الثالث اتى فيه شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا متابعينا
الكرام نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. أعود مع التوقيت الزمني عندما تدون تحت إقدام ناصي أيضا 4 دقائق و35 ثانية.